المديح والإنشاد الديني بدار الثقافة يعرف إقبالا من طرف العائلات، خصوصا وأن دار الثقافة تعتبر المتنفس الوحيد للعائلات في ليالي الشهر الفضيل. إحياء ليالي رمضان، أنك تبدل شوية جو وتقرب لأصدقائك اللي عندك مدة ما شفتهمش، اللي قبل رمضان اللي كانوا خدامين، اللي كان تجمعنا ليالي هذه، البرنامج تاع ليالي سهرات ليالي رمضان. اليوم أنا فرحان كي جيت مع العائلة تاني إلى دار الثقافة، والشيء اللي يعجبني أنه يدير مدائح دينية ومتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. المشاركون أعجبوا بالمبادرة التي تقوم بها دار الثقافة في كل سنة، خصوصا وأنها فرصة لإبراز إبداعاتهم في مدح خير البرية. نحيي ليالي رمضان بالإنشاد ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نتمنى من الجمعيات اللي ما راهمش يلتحقوا بدار الثقافة، خاصة في هذه البرامج الدينية والبرامج الشيقة، ماذا بينا يلتحقوا بدار الثقافة. شرف لنا وشرف للفرقة الإنشادية الضيافة للثقافة والإنشاد المشاركة في هذه الليالي، وهي ليالي رمضان لإحياء مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المبادرة عرفت مشاركة فرق إنشادية قدمت من الولايات المجاورة وكذا كل البلديات التابعة لولاية تمنراست. استضفنا فرق من بلديات الولاية ومن ولايات مجاورة على غرار عين صالح. هذه الفعاليات أو أسبوع الإنشاد الذي يشهد خاصة إقبال العائلات المحلية بكثافة على فعالياته، نتمنى أن يكون في مستوى حدث ومستوى الشهر الكريم. هذا ومن المنتظر أن تشهد دار الثقافة أسبوع المسرح بمشاركة عدة جمعيات مسرحية من مختلف ولايات الوطن بحر الأسبوع المقبل.